ما بعرف شو طليتني. عادل تعال هون. شو كنت لاقت بالبراد ورجعت مسحت ايدك فيي؟ لك يا عمي ما لاقت شيء، عم تنبشني كنت على الخيار. بس تحكي حط بوزك هوني. مش اكل كثير شو اسمه هيك. بقى لك شو مثل الجيرانين. عمو عباس اهلا اهلا اهلا. شو سميتو؟ ساري. ساري شو بدك جو؟ يا الله انطوني. هلا هون انا ورولا مفترض تحضروا السكتش بتعرفوا. يا مساهي ليه تجارتين صاروا؟ حطوا شيء تمكم بركه دختو. عم تصوروني انا وعم باكل. اوكي هلا بقول العالم ما عندها شغله وعامله الا انه تاكل. يا 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 احلى يا رولا. يا 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 هيدا مروان بستاني انا مربيه له 25 سنه معي. 25 سنه وهلا ما بعد ما بيعرف يصور. لهلا يا ريت ما وظف. اكشن. شتي شتي شتي. صباح الخير ابو عبدو. حلو شتي اهلا استاذ عادل. اهلا اهلا حبيبي القلب. لايك ابو عبدو إيه؟ انت ليش ما عم تسقي الزريعات ولو؟ استاذ عادل عكون مشغول كثير هاليومين. ليه خير؟ ما هلا عم تصير تبخبخ الدنيا وما تشتي وما تشتي ضيعتنا. في هذا تبع السادس المهندس قال لي تغسل له السياره. جيت عم غسل له اياها بلاش تبخبخ. صرت اسال حالي شوف مغسلها بكملها ولا بدك له اياها هاي؟ بيجي بعملها زوج واحد. هلا مش الحال رجعت صحيت لهيك بدي اسالك. انا هلا بدي فل ابو نص ساعه صوب السوق. شو فيني ابدا؟ اذا بدك مني شيء ضروري قل لي هلا قبل ما فل. بدي اروح عندي مشوار عند هيدي اسمها شيرلي الاستاتيشيان. ايه استاتيشيان تبعيت هيدي الاستاتيشيان. عرفتها اسمها شيرلي. عندك كلينيك؟ فهم. ايه بتعرف وين شي كلينيكا؟ كلينيكا؟ كلينيكا قالت هي هون بثاني شارع بس مش عم بعرف عنها. شو بدك تروح تعمل؟ بدي ظبط عندي هول هيدي اللي عندي طلعت لي هونيك حبه. هاي لك بلا حبه لك عم تنكش. ايه هاي هاي كبيره. هاي كبيره عم تنكش. يا هاي جديده. جديده هيدي جديده غير هولي. مبروك. ايه هلا هيدوليك هولي حب الشباب بس هيدي طلعت لي عم تنكش تنكش. بدي اروح بشيل لي اياها بتنظف لي اياها بتعطيني على الدوام بتمرهن لها كل عام. هلا شو؟ بتعطيني مرهن بتنظف لي كل شيء وبتشيل لي اياها لهيدي. لشو بدك تروح عند الاستاتيشيان هلا؟ بدك تروح تحط مصاري؟ ايه بروح شو فيها؟ ما بدها شيء. انا بفي لك. مرحبا. اهلا عباس كيفك عدوك؟ مين اجا؟ اهلا كلمين دخيلك. تعطيني باوش بحبه كثير هيدا. هيدا بحبه كثير ابو عبدو. لا تحبني ولا حبك فما بقى. مش احبك مش اعطيني باوش. بوس بوس بوسك حي بوسك حي بست روس انت وياه. طلع له حبه. بركي بصح الواوا. هيا واوا شو بدك؟ بوس طلعت له حبه. عندي حبه هون شايف مبينه مبينه شوي. حبة وحدة عندها؟ لك عادي عادي في وحدة هون مثل اللمبة طالعة مثل البروجيكتير. ابو عبدو لك العمى بقلبك في متاريس بوجهك كلمة تريس هلا. لهيك بتعرفي انت وين شارلي انت عندي؟ ابو عبدو شارلي الاستاتيشيان بتعرفي بروح بس بركي رح افقي لك اياها. لا لا خلي ما تعذب ما بدي اعذب. انا بفقي لك اياها انا ما بدي شيء. ما هدي طلع عادل اعطيني مفتاح بدي اطلع الله يوفقك. طلع له مثل بوانوار هيك مثل فقوسه. ايه فقوسه فقوسه هي فقوسه صغيره هيدي بتروحي يخرب بيتك وبقوسه انت بدك فقوسه. انا قعدت عند شارلي الاستاتيشيان هي مثل اللي عم تكون مطهره. شيل تمك وبوزك لهونيك ما بدك تقول سين وشي ما تطلع فيي بتشتي علي دغري. هي عم بتشتي انا ما خاصني شيء. هي عم بتبخبل. هي بتبخبل خلى بيها وقت وقت. ما هو التعش هلا عم بغير. تعش عم بغير؟ هي تعش عم بغير. ابو عبدو هلا انا بحل لك اياها. عادل اعطيني المفتاح بدي اطلع بدي افوت على الحمام. يلا ثانية ثانية عباس. بعمل لك شاي بعمل لك بيبونيز. ما بدي منك شيء. بتاخذ شانكليش؟ بعمل لك ساندويتش شانكليش؟ لك شيل وجهك بقى. شو هيدا استاذ؟ شو هيدا؟ ما انا في لك اياها. هيدا مطهر؟ لك اتركه يروح شو بدك بهالشغله؟ هيدا مطهر مطهر؟ انا مطهر ايه. انت مطهر؟ انا شو؟ مطهر؟ بدك سكوت حاش تحكي؟ انا مطهر. عم تنكد عم تنكد كمان. استاذ عادل هلا اذا بتعملها بركي مش لازم. شو بدك انت يا ابو عبدو؟ ابو عبدو بدي اشيل اياها هو بايده. شو بدك تلحم خزان انت اتركه يروح؟ بدي افقي له الحبه. بركي وجعتني. خليك يلا هات نشوف. عم تقطف نحل هيك صرت تكن على يلا يلا بس ليك رح انت بدك ما تشد. ايه خرجك الله لا يقيمك. الا واحد اثنين ثلاثة بس احس بالوضع. يلا عمالك. ايه واحد ايه اثنين ايه يا لطيف ثلاثة. خي خي ايش شو هذا؟ شوكي ابو عيني
معناها شو صار عندك هيدا؟ شوكي وشو؟ شو هيدا هي العمى؟ لك العمى بقلبك هي بوينوار هيني اشتيز؟ العمى كانت كلها معباية ولا لك اشتي علي؟ معلش طيب بتغسل؟ ما تبقيش ما تبقى بدي بقهم ما تبقيش فقيت له وحدي ولا ثلاثة؟ ما تبقيش ولا قرفنا يا زلمي لك العمى بقلبك انت ما بديش فيه رولا رولا ايه حبيبي حبك غمض عيونك غمض عيونك وفوتي غمض عيونك غمض عيونك يا قمر فوتي كيف بقشع انا مهديكي وعي الخشب وعي الخشب ان شاء الله بحطك بتابوت خشب قربي لقلك قربي قبرني حبيبي شو بحبي غنجني قربي لقلك برمي هيك شمالك شمالك وعي الازاز شو عم تعملي بريك دانس قربي على الشمال العمى بقلبك ادي فتح عيونك ترارارا لتصي هون اطلعي هون منك شايفة منك شامة ايه شو هابي بيرثداي تو يو حياتي هابي بيرثداي تو يو هابي بيرثداي تو رولا هابي بيرثداي تو يو نفخة شو بدي نفخ ما ولعهم لهول ما بدي ولعهم هلا هول مستعملوا لبعض تخيلين مولعين نفخة نفخي يلا جاتو شو جيبك انت شو عم تاكل ولا برسلز شو عم تاكل برسلز الله لا يوفقك بجاه اللي خلقك وانا حاططهم انا لعتالي قوم بالليل اكل منهم عم بقلبك وقلبك حممتي ديما وجاد حممت ديما وجاد ايه حبيبي مع بعضهم ولا كل واحد لحال معقول حممهم مع بعضهم ولا حياتي ما هيدي بنت وهيدا صبي انتوا بيت الرقروة اللي بطر ايه بفرقك على جوزتك العمى بقلبك عمى ما تبلش قلت لك حطيهم جوا مثل كأني تحطيهم بمغسل ورشيهم رش من فوق لتحت بالماي معقول حممهم مع بعضهم مزلطين اللي منا ما عم تيجي الكهرباء علوك انت لقلك علوك كل لقلك كل في ريحه طب غريب حمميهم مع بعضهم دايما حمميهم مع بعضهم هيك بتوفري ماي طب حياتي لحظه شوي هلا قبل ما اوفر طولي بالي وين 5000 ليره بلاقي هيك هلا هون اي 5000 5000 ليره شو نسيت دغري ضيعتها اصلا مش طالع من عينك لانه هيدي صار اصلا لشو انا حق علي اللي اعطيت لشو اخذتها منك ما بقى تعطيني لمين عطى انت اعطيتك لشو انا اعطيتك اياها عطى العمى بقلبك تنعطى لطشه لانه دينتك اياها ما تقول عطيتني انت بس تقول عطيتني بتهز لي ركابي ما بعطيك انا انت اعطيتني 5000 لا برجع بقلبي قلبي مش عم يقول عطيتني اللي دينتني قول دينتني هات لهون ولا هات لهون 5000 ما معي ما معي ما معي ما معي مروان بس لحظة شوي هلا ركز معي شو بدك؟ قاعد عامل هالليلة وهابي بيرثداي ايه بدي احتفل عيدي مش هلا مش عيدة بعد شهرين عيدي حياتي ان شاء الله ما بيجي عيدي ليه بقى؟ هلا انا كل مرة رح يصح لي قالب جاتو معفن خلصة مدته عطوني اياه معفن؟ ايه معفن جايب لي انا عيد ميلادي جاتو معفن خلصتي؟ ايه شوفي. كل عمر لبنان بك عجوزتي يا عمي يا مروان انتوا انتوا ليش انتوا كل عمركم تعملوا عياد ميلاد على ايامي هلا صرتوا تعملوا عياد ميلاد الله لا يوفقك ولا يوفق ولا يوفق لا بيك ولا ابنك هيدا الجاتو من وين جبته معفن هذا اعطوني اياه بلوشي مارق الساعه 7 الصبح اخذته شفتوا شمي ريحه شو في ريحه في ريحه عفن ولك ملك العفن طالع عليه من فوق كله كله احلى محل طبوعه تاكلكم والواويه كله ما بدي اكل منه انا خليه اتركي لك عم بعمله لجاد ودي الجمعه الجايه كمان بدك تاكل الجمعه الجايه لكن عرضي قلبكن عمي ولك خلص مع مروان معك شو 5000 تعطينا اياه لما بيرجع بيقول اعطيني رح يموتني قول ديني العمى بقلبك عمي مرحبا اهلا حبيبي عباس اهلا عدو حبيبي شو اهلا اهلا عادي كيفك حبيبي مشتاق لك شو قلنا كنت جاي لعندك والله قصدك أهلا وسهلا شو في؟ أخي كده شو إيش بخذ نفس خود رو هذا الباركينج هون إيه وين كاي؟ بس عم صف سيارتي حطيتها بالباركينج إيه طيب على مهلك شو في شيء؟ جينا منيح لحقتك لك أمور فينا أطلب منك طلب؟ أقول لي طلب أنت بتطلب أنت عادل أنت بتأمر أمر فيك تعطينا 3000؟
على راسي وعيني هذا طلب عيوني لإلك قلبي لإلك علي حطيت سيارتي هون بهيدا الباركينج هاي ألف وهاي اثنين وهاي ثلاثة بأمرك لا لا شو هون عم تقول بك 3000 لا 3000 دولار ووو 3000 دولار ايه؟ عم تقولها هيك شايفك وما مصدق 3000 دولار مالو تمو عم يقولها ولو لو لو شو ولو 3000 العمى بقلبك 3000 دولار شو طلبت منك لك عاش تطلب لا تطلب لا بعرفك ولا بتعرفني ما فيك تعطينا 3000 دولار لك حل عني بقى رح يغطى قلبي بيقول لي بعده 3000 يا بيعانك من بين الصحبة يا الله هدا إلي مش فاتحة فيسبوك شو حلوة هالصورة أنجو بتعقدي طالعة بهالصورة يا حياتي رولا يا حياتي أنا البعقين تقبريني جمالك أنت ما أحلاه يا الله ما تخجليني موديلك وألوانك حبيبي طيب أي متى بدي شوفك مسيو لك يا الله أنت ساعة لي بدك بتشوفيني مسيو مور لك شو بك أنجو بعد ما حطيتي لايك على الصورة اللي حطيتها على إنستا بعد ما وصلت لعندي أي متى هلا نزلتها يلا روقي ها ليكي لايك وكومنت وإذا فيك اعملي لها ريبوست بشرفك تقبريني ها يلا مين فيها هيدي يا حبيبتي خلص ريب أحلى ريبوست لإلك روقي وها وهاي ريبوست يلا ردي لي على تويتر يلا ما انا شفتك بعيوني ماني على الرابع وشفتك انت نزلت وضليتك تحشي دغري عليه لجوزي جوزي بالي فيك وبجوزك انا لكي صار الموضوع كتير زمان وانا لهلا قررت احكي ولك حلي عني بقى حاطه عينك على جوزي بالعربي المشبره فشرتي عرقبتك انت وجوزك شايفه عطلكم كثير انت وياه ما بيقديني اصلا ما لا منظر مالي مالي عم بقول لك هو قرب وسلم علي شو بقول له شفتك انت اللي هجمت عليه اف 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 اف, اف شو هالالفاظ شو هيدا شو قصتكم يا ستات؟ يا الله يا الله اليوم هذه بضربها مع وحية قلب عن جد بكف نهاري فيها يعني اسمحيلي بس تحشي على جوزي لحظة فشرتي على رقبتي لا يا ست يا ست جوزي كثير آدمي جوزي كثير آدمي كل العالم يا جماعة يا حبيبي اجا هو قال لي مرحبا شو بقول له لا ما بدي اقول لك مرحبا طب خليني اسألك خليني انا احكم بيناتكم تفضل انت وين كنت؟ نزلت من البارك من الاسانسير على الباركينج اوكي نزلت فتت اول ما طلعت بالسيارة فتت على اليمين طلع بوجهي هو اوكي ايه يعني حكيتي والله هو حكيت اكيد حكاني هو اجى قال لي كيفك يا قشطه قلت له منيحه جا ايوه ايوه زي بعد شو بدك فيها قال لك كيفك يا قشطه مزبوط انا شو انا فوق انا على الرابع شفتها هي كانت ظاهره مزبوط ظاهره من اليمين ايه عم تحكي مزبوط هي هلا ما شافته ولا جوزي شافته ما رح يقطع النهار على خير بدك تطولي بالك فشرتي عرقتك عم لك هو دعش علي لو هو هلحظه صغيره يا عمي مزبوط جوزك كان شايفها؟ لا ما انتبهلها بلا شافني ونص لحظة حبيبي ما انتبهلها ما انتبهلها يعني ما كان عم يتطلع لا ما كان عم يتطلع تسمعها لا ولا لإلي بس طولي بالك عم بقول لك هو اللي تحش علي بما أحسن لك إنه ما انتبه لك خلص عندي الحال تفضل 40 ب60 نعم شو؟ أنت عليكي حق 40 هو 60 جوزها شو عم تحكي أنت 40 ب60 شو؟ 40 ب60 هذا الحق ما أنا حكمت بيناتكم هلا فايت حضرتك شو بتشتغل؟ أنا خبير حوادث شو إيش بيك؟ شو خصك فينا انت وياها؟ ما هو انت فايت على اليمين وهو طلع بوجهك وما منتبهتي له كذا هذا كارتي تفضلي شو بدي اي شيء شو بدي بكارتك؟ خص هيدي شو خصك تتحسر بيناتنا؟ على جوزي شو خصها؟ خلي من هون خلي من هون انت يا قشطه عم ما اسالك شفتي انك قشطه؟ كله من وراكي تعي لهون ولي بدي كسرك اليوم ما رح تخلصي مني مساء الخير لكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج شايفينكم اليوم حلقتنا مخصصة عن الدراما والدراما اللبنانية وما أدراك ما الدراما اللبنانية ملاحظين أنتوا أنه لما بيكون في اثنين عم يمثلوا بوجه بعض ما حدا بيطلع بحدا ولا أعطيتني موعد حتى نمضي الاتفاقية
ونوقع العقد سوا. هرعت لعندك بكل قواي العقلية، بس حضرتك ما جيت. ليش؟ لأنك جيت بوقت غير مناسب. فت لعندي بلا استئذان. أنا أصلاً كنت ببيت الجبل عم مارس الحب مع زوجتي. ما بتعتقد إنه ممارسة الحب هي تلكؤ بالعمل؟ العمل أهم من ممارسة الحب. والله أنا غلطان. يا لسخافة القدر، أنت إنسان بسيط، لأنه ما في عمل بلا حب. ما بسمح لك تسخر مني ومن مشاعري، لازم تعيرني اهتمام أكتر بالمرة الثانية إذا بتريد. زيح. انتبهتوا شو كنت عم أقول؟ أهم شيء نكون فاتحين للكاميرا، يعني بروفيل تروكار هو ما في منهم. هيك بدك تكون وجهك بقلب اللانس تبع الكاميرا. بعدين أهم شيء شو؟ الحوار بالمسلسلات اللبنانية، كل كلمة هالقد. هيدي السهل الممتنع مع النية. نجيب. نعم بوسينا. شو عم تحتسي؟ شو عم بحتسي؟ كان المفروض اني احتسي كحول، بس المخرج ارتقى انه كرمال الدول العربية نستبدلهم بشراب الكرامبري. ليش؟ ماشي، بس ليش هيك عم حس انه تعاملك معي اخر فترة كله ازدراء؟ ازدراء؟ هيدا مش ازدراء، ولكن انا مش مستعد اخسر كرمالك، اخسر هالأنا اللي فيي. الأنا اللي فيه؟ نعم. تصحيحاً على كلامك، الأنانية اللي فيك. أنا أنانية؟ أنا أنانية اللي فيي؟ إذا أنا أنانية اللي فيي، أنت شو تصرفاتك معي عم بتخليني أحس بركان متأجج عم بيتدفق بداخلي؟ مش عم تعرفي شو عم بصير معي أنت، ما عم بتحسي فيي، أنت اللي مش عم بتحسي. شو بحكي عن حالتي، عن داخلي يلي كله اضمحلال. اضمحلال؟ اضمحلال؟ ايه. أنطوني اعطينا هالمعجم الله يخليك. شو هي اضمحلال يا اخي؟ اضمحلال. اضمحلال؟ اضمحلال، ايه فتش بالهمزة. بالقد؟ بالقد؟ قد؟ قد. قد. اه. محلال. ذوبان؟ ذوبان. ما كان فيك تقولي ذوبان من الأول. لا هيك بتعطي أكتر هيك كلمات منمقة. الله يساعدني عليك وعلى تصرفاتك معي بالمادة الأخيرة، عم تتحول لجحيم. نجيب. أنا مش مستعد. نعم بوسينا بيس بيس. نعم بوسينا بيس بيس، شو بدك؟ اعتقيني. خليني أعيش حياتي. ما تنزل لي دمعتي. اضمحلال؟ اضمحلال؟ ولو؟ هيدي مينيموم بدها منجد، إذا مش جبنا أستاذ عربي حتى يفسر لنا ويترجم لنا إياها. معقول؟ بعدين ما عم بفهم هيدي، انه فهمانين الدراما انه لازم تكون على سلو موشن بكل بطء. ليه البطء؟ ليه ما منتصرف ومنحكي مثل حياتنا الطبيعية مثل ما هلأ انا عم بحكي معكم؟ ولا ولا يمكن يا ابني، شبه مستحيل. دق غير هالباب اذا بتريد. لا يا عمي، يا عمي انت ليش متحفظ ورافض اني انا اكون صهرك؟ ما
بعدك لهلأ مش عارف ليش رح خبرك. يا ريت. لأنه بنتي يلي بده يجي يطلب إيدها ويتقدم له بده يكون عنده مواصفات غير هيدي المواصفات اللي عم تحكي عنها حضرتك، منا متوفرة فيك للأسف. بقدر أعرف شو نوع هالمواصفات؟ إيه طبعا، إذا بعدك لهلأ مش عارف لازم تكون مؤسس حالك يا ابني وعارف حالك لوين رايح وعارف مستقبلك. عمي الدنيا والحياة كفاح وشغل وتعب. أنا معك بكل كلمة عم بتقولها، ولكن هيدا الشيء يا ابني لازم يكون من زمان مبلشه، مش هلأ تشرفني أنت وهيدي النفسية، لازم تكون قبل بكتير. في عمي أسألك سؤال؟ تفضل. ليش نحن عم نحكي هيك بهالطريقة البطيئة؟ لأنه هلأ بعدن قايلين لك كيف نحكي، لازم ناخد مدانة بالدراما بالحكي، تكون جملتنا طويلة ووقتها طويل، وإلا بتصير كوميديا. إذا على هالحالة إيه؟ يعني الحلقة بتخلص إيه؟ بمشهد واحد، وإلا كيف 12 حلقة بدنا نمغطن لتلاتين يا ابني إذا ما عملنا هيك؟ تخلص بسرعة. طلعوا الجينيريك. طلعوا يتبع. خلصت الحلقة. وهلأ مثل ما كنت عم لوب بقيت الشر عن قلبي، فكرت حالي انعديت صراحة. أهم شيء بالدراما اللبنانية شو؟ النجمة لما بتكون قايمة من النوم. شو ناتورال؟ شو بتقنعك إنها قايمة من النوم؟ بكل طبيعية. شوف. لحظة، هيدي قايمة من النوم ولا رايحة على عرس؟ يعني ما بعرف، بعد ناقص الشينيو براسها. رمش مش حق، يعني الفوسيل مش رف واحد، لا رمش محطوط. التان، ألم بقلب العين، الأومبر، شفاف، كونتور مع الحمرة الجلاس، يعني شي بعقد. عن جد عم نتعلم منكم كتير. هيدا غير شو؟ غير السياق اللي بيبقى مارق بالحلقة. ما رح خبركن، شوفوا بعينكن. ألو وي حكيم، سافا؟ ايه أنا كمان سافا، ماشي الحال. شو كنت بدي قلك؟ ايه حكيم بنتي طلع حرارتها 40 ومش عارفة شو بدي أعمل، ما خليت شي، عطيتها بنادول، عملت لها حمام دوش، بس ما عم يزبط شي معها أبدا. ملبكي يا حكيم، البنت رح تروح بين إيدي يا حكيم. شو؟ هلا على الأورجانس؟ ايه اكيد، ايه بعرف الاوبيتال. ايه يلا 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 دغري مسافه الطريق. يلا يا حبيبتي روج، ما بيطلع حلو بجو المستشفى منيح فيه روج؟ نوار، انتبهتوا شو صار؟ البنت حرادتها طالعه وهي عم بتنقي اي فستان بقى تلبس، لانه كتير مأثر الحكيم شو لون الفستان او اذا كانت لبست له تيار ولا فستان. يعني ممكن تروح فيها البنت بينما حضرتها نقت الفستان. عن جد عم نتعلم منكم كتير. يعني مثل ما فرجيناكم هيدي شغلة صغيرة عن المسلسلات اللبنانية. إذا بدنا نكفي بدنا حلقات من برنامج شايفينكم. لا
لنكفي معكم. هيدا كان كل شيء لليوم. أكيد أكيد انطرونا بحلقات جديدة مع مواضيع جديدة من برنامج شايفينكم. أوكي؟ شايفينكم. اهلا استاذ. اهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا اهلا، كيفك؟ شو في ساعدك شيء؟ عم لفت لي نظري على الاكس 5. هيدي احلى حبه عندنا بالمعرض كله. انت صب يعني شو بدي اشرح لك؟ اي موديل؟ 2009. 2009؟ 2009 ولو بتشوف منها ماشي شيء يعني. هيدي لقطه اذا بدك تحط عينك عليها. هيدي اولا امريكانيه. مع الكارفاكس؟ مع الكارفاكس. سبع مقاعد جلد. سبع مقاعد؟ ايه، كاميرات، سنسرات، بانوراميك، يعني روعة، فول فول، مفولة هيدي يعني. ايه مرحبا. اهلا اهلا مدام. اهلا. السيارة شفتها بدي اشتريها من عندك؟ ايه بس هلا مشغول، تعي بعد شوي، تعي بكره، ما عندي عندي هلا زبونات. بدك تشتريها على الأكيد؟ ايه. تعي بعد شوي، بعد شي نص ساعة أو ساعة بس لك نخلص مع المشي. ما عندي شي اعملي. نظيفة ها؟ نظيفة كثير هيدي، بدك تجربها أستاذ. بدك تطلع جرب قعدتها إذا بدك. بعدين شو بدي اشرح لك عنه يعني. كل اللي عم بيجوا لهون دغري بحطوا عينهم عليا. لحظه. لانه اسمع، او حرير يعني، حرير الحرير. قد ايه مصرياتها هيدي؟ لك رح خلي لك اياها ب 28000 سعر لقطه. صدقني 28000 يعني. هم عليه منا. اهلا حبيبي. كيفك؟ اهلا اهلا، كيفك؟ كيفك منيح؟ في هالقبضك في حساب؟ ايه. بعدين تعال بكره، تعال بعدين عندي زبونات. تعال بكره، مش هربان بكره. ولا انت هربان حبيبي؟ بكره بكره هلا لحين نقبض. ايه ايه. 28 اخر سعر. اخر سعر بظبط لك شوي منه، بس انه ما في معي هالمجال كثير يعني. شو لانه يعني اخر شيء مثلا قد فيك قد بتتظبط؟ 27.5 اخر شيء. 27.5 اذا بتبرم لبنان كله بترجع لعندي بتقول لي هيدي هي وهذا السعر تبعها 27.5 بعمل لك بعد سعر صغير. بيعت مسا 27,450، شلت لك $50 تما تقول انه انا متلقط بالسعر. هيدا نهائي 27. اخر شيء؟ ايه 27,450 واهلا وسهلا فيك. 400؟ لا لا 450 والله. لا بتنزل على 450؟ لا لا، عم بقول لك عم بطل ما فيها شيء بالربح لإلي، انا ما بكون ربحان بس. بس هذا السعر انه مسيرك فيه كثير للاخر. والله ليك كمان مارش بي نظيف. اذا بدك اياها بنبلش هلا مثل الرعبون نعمل الوراق المعامل. لا انا ما بدي اشتري، انا بس عم بسال. ما بدك تشتري؟ لا انا عندي هي زيت اشتريتها امبارح عند جارك هذا بالمعرض هون، بس جاي افصل بس حتى اشوف انه اذا طرقني ولا لا. الف مبروك يا حبيبي. حسب لي بقى قد طلعت نفس الرقم 405. كتر خير يا الله. روحت لي زبونات يا حبيبي. ترارارا لتصها جاتو. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. بس ما انا هابي بيرثداي تو رولا. هابي وصفك ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم ودعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف،